تسلم عاشت الايادي على شواطئ دجله. حلو الاختيار. طبعا دجله هي اللي ام الخير، هي اللي مرتبطه بالام العراقيه، هي اللي خلقت وولدت كل النساء الجميلات وال حلو. طيب اليوم احنا اتفقنا راح يكون بما انه اجواء عيد الام، نعم. اليوم اغلب فقراتنا ايضا كان مخصص للحديث عن هذا الموضوع، فانت اختاريت حضرتك لمحه عن تاريخ المطربات العراقيات. نعم. زين، لوين راح ترجعنا يا سلام؟ راح نرجع الى ما بعد الحرب العالميه الاولى. 1900 نهاية القرن ال 1918 لا نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين خلينا نقول. طيب طبعا أنا يعني مثل ما قلتي حضرتك ارتئينا إنه نختار هذا الموضوع حبا بأمنا، وطبعا يعني نقدم تهاني إلى كل الأمهات، وأيضا نترحم إلى الأمهات اللي فارقوا الحياة. فللمرأة العراقية بدون شك يعني لها دور جدا مهم، لكن للأسف المرأة بدأت تبرز. طبعا أنا أخص بالذكر المغنيات العراقية، احنا نتحدث موسيقى، احنا نتحدث فقط على الموسيقى بدون شك. فالعراق كنا نعرف أنه شهد فترات مآسي، شهد فترات احتلالات كثيرة، وظلت المرأة هي مختصرة على الغناء الديني والمجالس الدينية في دوائر ضيقة يعني مو للعلن. بالضبط. ففي بداية القرن العشرين برزت مجموعة رائعة جدا، اللي هي أسست، أنا أقدر أقول لك أسست القاعدة النسائية للغناء. القاعدة الصحيحة. القاعدة الصحيحة. بالضبط بالضبط. طبعا في طليعتهم هي الرائدة صديق الملاية بدون شك. طبعا في هذه الفترة مرحلة بداية العشرينات ظهروا كثير، منيرة الهوزوز، منيرة المهدية، بدرية أنور رائعة جدا، سلطانة يوسف. نعم. بالمناسبة يعني سلطانة يوسف أيضا راح نتحدث عنها، لأنه هي أتقنت المقام بشكل وصلته إلى الدرجة الصحيحة يعني. لكن اللي بدأ بالموضوع اللي بدأ بالموضوع بشكل الصحيح أيضا أو نقول افتتح المائدة هي صديقة الملاية. صديقة الملاية كانت تمتلك صوت بغلاظة، لأنه المقام ما قارئ المقام أو قارئة المقام ما يمكن أن يكون صوتها سوبرانو أن تؤدي المقام. السوبرانو واحد يعني أقصد أنه صوت الحاد، يعني مثلا صوت خلينا نقول على سبيل المثال الفنانة الرائعة سيتا هاكوب، يعني ممكن بس صوتها حاد، مو ما ممكن بس المقام يحتاج له إلى هي ابدعت في لون آخر. بالضبط. راح نتحدث عن هي مجددة، سيتا هاكوب مجددة. أنا ارتئيت اليوم أنه أعمل أقسم الأجيال، وانطيت كل واحد اسمه. فالجيل الأول اللي هو جيل مثل ما قلت لك جيل البناء، جيل والتأسيس. البناء تأسيس القاعدة. نعم القاعدة. نرجع على باختصار على صديقة الملاية. طبعا هي من انتقلت من الغناء يعني الديني إلى الدنيوي. حبوه الناس بشكل هو من اسمها خلينا نقول انه هي جات ملاية. نعم احنا بالتعبير الصحيح هي ملاية. فهي لامست قلوب الناس لانه ما كانت الساحة فارغة. الساحة فارغة تماما. فهي لامست قلوب الناس، يعني تحول من الحزن الى الفرح، الكلام تحول، اسست قاعدة من خلال هاي قاعدة صديق الملاية انتشروا كثير، يعني ولدوا كثير مغنيات ومطربات. بالضبط. بالإضافة إلى أنه هي أول إنسانة دخلت إذاعة بغداد، سجلت ببداية العشرينات أهم الأسطوانات. للأسف راحت هذه الأسطوانات معظمها بقت تساجيل موجودة. أي فكان لها دور هي مهم جداً في أداء المقام أيضا، أدت لبهيزاوي، أدت الحكيمي، أدت حتى أغاني، تخيل لحد الآن أغانيها
يعني اجمل اغاني. يعني شنو هال بعد شنو هالمجد هذا صح بالضبط. لو لا يعني بالضبط. من العشرين ولي احنا هسه ب 2012 والناس تسمع اغاني وتطرب اغنيه الافندي مشهوره الافندي يا صياد السمك قهوتك عزاوي قهوتك عزاوي ربيتك صغيرون حسن هذه هذه الانسانه يعني فعلا هي حققت شيء كان من صعب أنه يصير لأنه امرأة تغني المقام العراقي أو تقرأ المقام العراقي هذا شيء جدا صعب تؤثر في الناس بهذا الشكل وأغانيها باقي على هالسنين هذه بالضبط يعني أسطورة خلينا نقول احنا ليش بس الأجانب نقول The Legend of مو صحيح؟ أكيد بكل زمان أكو أسطورة أساطير مو صحيح؟ فهي يعني من أشياء اللي سووا أغانيها حاضرة وحية هي من مواليد أظن 1901 قسم قالوا 1909 بس المرشح هو 1901 واسمها فرجة عباس ف... اسم فني يعني اسم صديقة اسم فني يعني. صديقة الملاية طيب خلنا نسمع لها فد شيء اسمع بالضبط نسمع لها يا صياد السمك يا صياد يا يعني الحان يعني طبعا الملحنين قبل
على قولك مرة استاذ طالب قال لي احنا ما نلحن بيومين لو بثلاث ايام. انا اللحن يبقى عندي استاذ طالب القراغلي طبعا وجه له تحياته واتمنى له الشفاء ان شاء الله. يقول لي انا اللحن عندي يبقى عندي ثلاث اشهر مرات سنه سنه ونص، يعني هالبساطه جمل واحده يتاخرون بيها فتره. احنا هسه اللحن عندنا باليوم يطلع 87,000 لحن، بس هو لحن واحد بس يغيرون الكلام هسه لحن واحد للاسف. طيب. المهم اذا المرحله تاسيس والقاعده بالضبط بالضبط يعني مريت نطول بال اي مو حتى ننتقل الى الجيل. انا اعتبرته الجيل الثاني هو جيل العصر الذهبي. جيل يعني العصر الذهبي اللي نعم. هو كان اي سنه اللي هو من الاربعينات للستينات. يعني هذه الفتره اللي برزت بها سليمه باشا، اللي برزت بها زهور حسين، لميعة توفيق، وحيده يعني خليل. يعني قصدك انه من ناحيه العدد كان اكثر صار عدد كم يعني هذه المراه مو بس من خلال طبعا صديق الملاية ولا سلطان يوسف ولا، بس يعني هي فتحت افاق جديده. لذلك انا سميتها بالعصر الذهبي لانه برزت كثير من الاصوات. اكو شيء مهم لازم لازم نعرفه انه السياسه لها دخل كبير في الموضوع. خلينا نقول الجو العام. الجو العام. في انا في اعتقادي في العهد الملكي في مو في اعتقادي هو هذا فشيء واضح يعني. واضح. الحريه كانت اكثر فللمراه يعني مثلا احنا كنا هسه عيب نقول ملهى مثلا راح للملهى بينما كل هذول المطربات اشتهروا وهم بالملاهي لانه الملهى كان يحضر عوائل تحضر عوائل يعني عمالقه بالموسيقى العراقيه هم عزفوا بالملاهي اللي هي المصطلح اللي يعني هو المصطلح اللي كان شاع ذاك الوقت هسه يمكن النوادي نقول بالضبط اجتماعية. النوادي الاجتماعيه ايه. او المراكز الثقافيه بس لا في فارق طبعا يعني اكيد لكن بروز سليمة باشا بروز هالكم الهائل تنوع صار في تنوع بين صار في أساليب جديدة منافسة أيضا صار في أساليب جديدة بالضبط يعني مثلا بعد خليفة بعد صالح الكويتي وصالح وداود الكويتي اللي هم أعمدة الفن العراقي كتلحين وناظم نعيم اجى جيل ايضا جيل جديد اللي هو جيل رضا علي جيل عباس جميل. انا اعتبر طبعا احترامي وتقديري لكل الاساتذه لكن اعتبر عباس جميل عمل نقله جميله رائعه ايضا امتدادا من صالح الكويتي الى عباس جميل لانه زهور حسين اعطت يعني الارث العراقي نص عد زهور حسين صدقي يعني اجمل اغاني اجمل الوان الحجاز هي اللي غنت غريبه من بعد غريبه من بعد اروح يعني عينك يا يما جيت لاهل الهوى يما عيون حراقه يعني كلها اغاني شوفي انتقل وطبعا تؤدي المقام زهور حسين بالمناسبه كل واحدة إلها لون طبعا سليمة مراد هي تعطي اللون الارستقراطي يعني مفضل عندي اللون هذا اللون صاف منك يعني بالضبط يعني تعطي في رقي أكثر باشا اي باشا هي لقبت بالباشا لأنه أعطوها الملكيين هم أعطوها اللقب حتى أيضا سيارتها كان يعني والدي يقول لي سيارتها كان فيها علم تخيلي يعني شوف التقدير بعد التقدير والاحترام يعني سيارة يحطوا لها علم يعني بمرتبة سفيرة أي طبعا أي. زهور حسين وصلت لكل الشعب لأنه سليمة باشا كانت تغني بس للفئة معينة ولو الناس كلها تسمعها بدون شك لكن زهور حسين هي اختلفت صار الشعب يحبها بعدين هي تتميز أيضا بها تأدي مقام صحيح جميل يعني عندها صوتها كش مميز بالضبط عندها بحة عندها بحة بصوتها هذه البحة اللي موجودة عند المقام تشي يعني بعضها شبيهة فأيضا دخلت قلوب الناس طبعا لميعة توفيق بدون شك وحيدة خليل اللي أدت اللون الريفي يعني ما كان بس حضير أبو عزيز وداخل حسن كانت يوم علي من يا قلب تعتب علي من وشاوينا هن مال الرائع مال استاذ عباس جميل فيعني انا اعتبر هذا العصر هو فعلا عصر ذهبي. طيب نجي على الجيل الثاني لانه فراس لانه الوقت زين اوكي الجيل الثالث الجيل الثالث الحداثه انا اطلقت عليه الحداثه ليش الحداثه؟ لانه
ظهرت ألوان جديدة. أنوار عبد الوهاب طبعاً أنا كنت ناوي أتحدث عن مائدة نزهت أيضاً لأنه أريد أنطيها حلقة بس حقها وأنطيها حلقة كاملة لأنه هذه الإنسانة الوحيدة أنا أعتبر هذه الإنسانة الوحيدة اللي تغني يعني مع احترامي لكل الفنانات اللي المميزة جداً بالعراق أريد أقول لك من ناحية أدائها من ناحية يعني متكاملة بكل ربها متكاملة بجماليتها فخسارة كانت خسارة المهم بس. الخسارة الثانية بالعصر الحديث خسارة اللي خسرنا سيتا هاكوبيان الرائعة المتجددة سيتا هاكوبيان أعطت شيء جديد بالجيل الثالث أعطت شيء جديد مزجة الحضارة مع شيراك حتى كستايل يعني انتقل الجو إلى إلى جو آخر إلى طبعا تقديرنا إلى أنوار عبد الوهاب صوتها السوبرانو القريب إلى الأوبرالي أيضا اعتزلت الفن للأسف أمل خضير كلاسيكية جميلة محببة من قبل قريبة من الشعب يعني أكثر لكن سيتا متجددة يعني كل واحد شوفي كل واحد ستايل كل واحد إلى ستايل وكل واحد إلى لون وكل واحد يعني هذه الجمالية ننتقل للجيل الجيل الرابع كم جيل عندنا عندنا جيل رابع وجيل واعد وما جيل واعد طيب المهم الجيل الرابع باختصار الجيل الرابع سميتها الفترة المظلمة الفترة المظلمة هي آخر السبعينات الثمانينات طبعا مظلمة كنا نعرف لأنه هي خلينا نكون صريحين الإنسان إذا كان مرتاح سياسيا واجتماعيا واقتصاديا راح يبدع فهذه يعني بدون شك انظلمت كلها كل ما برزت أي ما برز أي أحد الساحة فرغت وحتى انسحبوا ذكرتهم بالجيل الثالث انسحبوا راحوا انتهى أما اعتراضا أما وجهة نظر أما الوحيدة اللي بقت ولأنه هي طلعت هاجرت اللي هي الأستاذة فريدة الرائعة خلي بس نكمل الفكرة في رأس لأنه هيش راح يكون الحديث مبتور لا رجاء خلوني أكمل في هذه المرحلة في مطربتين اهتموا بغناء الأطفال في غناء الأطفال اللي هي بلقيس فالح والمبدعة إلهام اللي غنت أحمد. كل إلهام أحمد إلهام أحمد اللي هي عمرها صار طول يعني هي بعدها شابة بدون شيء 40 سنة وهي تغني مثل ما كانت تغني عند والدي طبعا والدي اكتشفها هي فغنت أجمل شيء للأطفال يعني كان يعجبني انه يكون اكثر مجال حتى نحكي لكن والله الحديث حلو هسه جينا الفتره الحاضره الان الحاليه انا اقول يعني خلينا نقول التسعينات هاي ال 2000 هسه اكو اصوات واعده اكو اصوات ممكن انه تبرز طبعا نسيت اذكر اكو كثير من الناس يعني نسيت اذكرهم الاستاذه شوقيه ايضا في المرحله في العصر الذهبي تعتبر لأنه هي بيادر الخير ويعني بالضبط هو الآن موجودة في هولندا طيب بيتها نقدر نقول بيدر من الأصوات الرائعة رائعة عدتش بيت سيتا هاكوبيان نوفا صوتها جميل جدا وكلهم أجيال يعني وأولاد فنانين أصيل الرائعة اللي لها مستقبل أصيل قدمت هي اللي كانت قدمت الحلقات مال عفيفة اسكندر ودبت الأنبار بنت الفنان الرائع كريم هميم وأيضا طبعا رحمة نقدر إن شاء الله هي بس رحمة تشتغل صح بس تشتغل صح يصير كل شيء صحيح لأنه هي مضيعة نفسها بصراحة أنا أقول لك لكن عندها حس جميل وآخر شيء ورود الرائعة بنت أستاذ وشاركت جعفر في مسابقة أيضا أصور نعم وبنت الأستاذ أيضا والرائعة بلقيس يعني شوفي كل هالنواة هذه هي صدرت نواة جديدة وشوف اللي احتضنتهم يعني بيئة مالتهم فنية بالضبط يعني وللأسف يعني لو كانوا هذول الناس لو كانوا بالعراق كان صار غير شكل نفس الشيء كان صار شيء رائع ويعني
ورود بصفحه، بيدر بصفحه، نوفا بصفحه، كل وحده ببلد، كل للاسف. فيعني انا اتمنى انه اكون وصلت شيء. والله انت تقول للاسف، ولكن انا اشوف به الموضوع ايجابي. يعني تخيل لو هذه الاصوات موجوده وكل اللي يحدث، يعني هو واحد شو وقت انه يشتغل على نفسه؟ يعني هسه بيدر واحده من المطربات المهمات بهولندا، يعني هي بالفرقه الاوركسترا تغني، اخذت لقب هسه وجائزه. اي مدام قارئة مقام فريدة الآن اللي هي أخذت على عاتقها أنه تنشر المقام العراقي. ليش قلت لك؟ يعني ممنونة هي والأستاذ محمد قمر، يعني هم نشروا بشكل صحيح قدروا يستمرون. إحنا طبعاً عندنا نتحدث، لأن الفنون يحتاج لوقت، مو صحيح إذا هو هدى 10 سنين و12 سنة يقدرون يبدعون بصراحة برا، يقدرون يبدعون، بس إحنا ليش نظهر؟ يعني لأنه إحنا نريد نبني، هو القصد، القصد من موضوعنا هذا أنه إحنا نريد نبني هذه الأجيال حتى تبنينا تورث، يعني اللي الأجيال القادمة حتى ترث شيء رائع، مو ترث أكثر خشمة وبس بس بس بس. يعني مع احترامي وأصدقائي وكلهم أحبهم، بس أنا ما أقدر، ما أتحمل، ما أتحمل هذا الشيء. يعني أكثر المرأة أجمل شيء بالكون، أكثر خشمة للمرأة. يعني أنت سامعوني شنو؟ يعني أنا بصراحة قريت هذه المقالة ومنون صاحب المقالة على أساس يعني لغة الغزل تطورت هسه، فتطورت هسه صارت للأسف. أريد أشكر أستاذي حسين الأعظمي، لأنه أنا اعتمدت بمصادري على كتاب غناء المقام العراقي بأصوات نسائية، فممنون للأستاذ الرائع اللي درسني المقام العراقي حسين الأعظمي، وإن شاء الله أكون قدمت فتشي للمشاهد. موضوع مهم جدا، والحديث بيميك في هذا الوقت حقيقة، يعني إحنا تجاوزنا على الوقت، موضوع غني جدا ومهم طرحه في 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 هذا الوقت. الحمد لله، الحمد لله. طيب بش راح تختم، بش راح تختم هاي اليوم غدار فتشي لزهور حسين. زهور. طيب ومشاهدينا، أشكر كل من تابعنا. الجمعة المقبلة إن شاء الله سيكون لنا لقاء متجدد مع مواضيع كثيرة وضيوف جدد، فتقبل تحيات فريق العمل، تحياتي رقية حسن في الإعداد والتقديم، وأجمل تحية وسلام من فراس السراي، وحسن يعطيك العافية مصورنا، وأشكر كل من شاركنا اليوم. I'm